يعني يا جماعة أنا دلوقتي قدام مني اثنين فقول علماء الأزهر لا. ومطالبين بأنهم يفندوا هذه الدعوة ويسلموا فينا إن الإسلام بيشجع على الرق والثقافة كانوا بيتمتعوا بمملكة أيمانكم. نرد نقول إيه؟ أيوة لا حاول ترد معاك ويتفهم سؤال صغير خالص. أنت مؤمنة إن القرآن ده كلام ربنا؟ ولا زيه زي الاحاديث فيه ده ضعيف وده مبردود ولا موضوع الاسئله لا اما تيجي تقريها اما تيجي تقريها كده انا بس مواهبه انا بس مواهبه انما انا بسال استاذه بسمه كاني بسال اي واحده من المشاهدين هسالها بس سؤال بالراحه خالص انا هقول يا جماعه مؤمنين لحظه لا مش كده بصوت مؤمنين بقى احنا بنناقش مناقشه موضوعيه دلوقتي يعني ايه مناقشه موضوعيه يعني اقول للناس انت مؤمن بان القران ده كلام الله يقول لي ايوه ما فيش فيه تحريف هيقول لي آية الحجر إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون عظيم الدنيا كلها مطمئنة ده كلام ربنا طب اقرا كده في سورة النساء يبقى وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم أجلغيها يعني هعمل لها ايه دلوقتي اسكبها باستيكه هل المطلوب ان عشان انا ابقى دين جميل ودافع عنه هعمل ايه في القران وده السؤال الاولاني يعني احنا لو بنجيب حديث ضعيف منا ارد ازاي اهو كده ارد ازاي يا فندم انا مش متهم عشان يا شيخ مبروك انا ديني كلام ربنا بيقول او ما ملكت ايمانكم بقول في اول المؤمنون قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون إلى أن قال والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما كانوهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون طيب انا بقى ارد اقول ايه اقول هذا دين وهذا ديني مش انا بقول الو بسم الله الرحمن الرحيم يعني باختصار ما عندكمش رب لا عندنا دنيا استنى هو الدين بتاعنا كده يا فندم ازاي واللي مش عاجبه يتفل طب واذا واحد من الشارع عادي اللي بيسال ما نردش عليه انا عايز اعرف انا عايز اعرف عايز تعرفي ايه انا عايز اعرف ما بنقول لك اهو القران موجود يا شيخ والنص غير منسوخ يا شيخ جمال ممكن اقول لك حاجه بصراحه صلي على النبي انا بمنتهى الصراحه عاوز اقول لك ان 90% من ابناء المسلمين وانا منهم ما نعرفش العله فيما ملكت ايمانكم ومش قادرين نهضمها بصراحه مش ضروري تربيني. يعني ايه مش ضروري معقوله ده رد يا شيخ جمال على المسلمين كلهم اسالك سؤال وتقول لي مش ضروري لا تعرفني لا في حكيم في الدنيا يتبوى انه يحلل حكمه ربنا حد في الدنيا يا دكتور مبروك يعرف يعبر عن الحكمه الالهيه في كل الايات دي مش حكمه الهيه دي حريه بشريه لا هو كل واحد حر في نفسه